مرحبا، أنا الدكتورة فرح البياتي، راح أكون معكم في عدة حلقات نتحدث حول كيفية العناية بأسنانكم وأشارككم أهم المعلومات اللي راح تفيدكم بكل ما يتعلق بصحة الأسنان. حتبقى صحة أسنانكم بخير وتبقى ابتسامتكم دائما. من المهم أن يعرف الجميع أن السن لديه 5 اتجاهات وأنه علينا تنظيفها بشكل جيد حتى نتجنب التسوس وتجنب حصول أمراض والتهابات باللثة. وهذه الاتجاهات تشمل الجهة على اللسان، جهة على الخد، جهة على اليسار، والجهة على اليمين، والجهة العلوية. مهم جدا أن يتم تفريش الأسنان 2 يوميا والمدة 2 كل مرة في الصباح والمساء. هنا راح نقسم الفك إلى 4 مقاطع أو أقسام، وكل قسم يجب أن يستغرق تنظيفه 30 ثانية. أما بالنسبة لأدوات تنظيف الأسنان فهي فرشات أسنان يدوية أو كهربائية، مع ملاحظة أنه يجب أن تكون فرشات ناعمة وليست خشنة حتى لا تحدث أضرار باللثة والأسنان. ويجب على الشخص انتباه من لا يقوم بالضغط على الأسنان أثناء تنظيفها أو تفريشها حتى لا يتم خسارة الطبقة الأولى من السن. ملاحظة مهمة لمن لديهم فرشات أسنان كهربائية أنه عليهم الانتباه بعدم الضغط على الأسنان أثناء تفريشها، بل دعها تقوم بالتفريش لوحدها مع تجنب الضغط الشديد على الأسنان. بالنسبة لمعجون أسنان فعليك استخدام معجون أسنان يحتوي على كمية مناسبة من الفلورايد 1450 ppm، هذا هو المستوى الطبيعي. أما إذا كانت لدى الشخص مشاكل بالأسنان كتسوس وغيره فعليه استخدام معجون أسنان أقوى يحتوي على كمية أكبر من الفلورايد. أما الأطفال عليهم استخدام معجون أسنان خاص الأطفال يحتوي على فلورايد من 500 إلى 1000 ppm. شيء آخر أيضا مهم بخصوص العناية بالأسنان وهي المضمضة باستخدام محلول خاص أو ما يدعى بغسول الفم. المهم أن يكون هذا المحلول يحتوي على مادة فلور، وتجنب استخدام محلول الذي يحتوي على الكحول لأنه يقوم بإيذاء وعمل تغيرات باللثة. هذه المضمضة يتم عملها وقت الظهيرة للحصول على كمية من الفلور. كثير من المرضى يكون لديهم تسوسات بالأسنان مع أنهم يقومون بتفريشها بشكل منتظم، بسبب غالبا يكون عدم استعمال خيط الأسنان لإزالة البكتيريا بين الأسنان وبالتالي عدم تنظيف جميع الجهات التي ذكرناها. هنالك العديد من الطرق للتنظيف بين الأسنان، لكن الأفضل على الإطلاق هو الخيط لسهولة دخوله بين الأسنان، لكن يجب عليكم الانتباه وإدخاله بهدوء بين الأسنان حتى لا تؤذي اللثة. ويمكنك استخدام نوع آخر من أدوات التنظيف بين الأسنان وهي أداة صغيرة كهذه، عبارة عن فرشات صغيرة بأحجام مختلفة. ملاحظة مهمة بخصوص هذه الأداة فهي تقوم بتنظيف المنطقة القريبة من اللثة، لكنها لا تنظف منطقة التقاء السنين بين بعضهما. أما إذا كان لديكم تلبيسات على الأسنان فيجب عليكم أيضا استخدام الخيط لتنظيف بين الأسنان لتجنب تراكم البكتيريا أو حصول تسوس بالأسنان. بالنسبة لمن لديهم جسور على الأسنان فعليهم استخدام خيوط خاصة تستطيع الدخول تحت الجسر لتنظيفه، وهاي الخيوط تدعى بسوبر فلوس. أما بالنسبة للأشخاص اللي عندهم أسنان متحركة فيجب تنظيفها صباحا ومساء بفرشاية تكون خشنة وبدون معجون أسنان. وبهذا نكون قد وضحنا في هذه الحلقة طرق تنظيف الأسنان والعناية بها. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم المعلومات اللي قدمناها لكم. إذا كان لديكم أي استفسار أو سؤال حول تنظيف الأسنان ارسلوا لنا أو ضعوا أسئلتكم في التعليقات حتى أقوم بالإجابة عنها في وقت آخر. مني لكم أجمل تحية وإلى اللقاء.